احتجاز. اه انت نزلتها، يلا بينا. شوربه البسله احمد نزلها لنا على الشاشه خلاص قدامنا اهي. مقاديرها كالتالي: نص كيلو بسله مسلوقه، بصله مفرومه، معلقتين كرفس مفرومين، معلقتين جزر مفرومين، ملح وفلفل ابيض او فلفل اسود على حسب انتوا موجود عندكم ايه، معلقتين زبده، لتر ميه، معلقه دقيق، وربع كوبايه كريمه. يلا بينا نبتدي في وصفه شوربه البسله. تعالوا بس كده ايه نجيب ده كده اهو. نشيل بقى مطرح السمك ده، السكينه دي مش محتاجينها، ولا الكاتنج بورد دي. شويه من الخل كده عشان نطهر الرخامه اللي قدامنا. يلا بينا. طيب هيتعمل ايه دلوقتي؟ هنا في حله انا سخنتها كويس جدا على النار. هعمل ايه؟ هجيب المقادير الخاصه بشوربه البسله، هاخد الزبده، بس قبل ما احط الزبده هحط مقدار من الزيت. و هاخد بقى التشويحه. التشويحه عباره عن ايه؟ التشويحه عباره عن بصل وكرفس وجزر، واديهم التقليبه، وبعد ما اديهم التقليبه هروح حاطط الزبده، وبسيب مكعب زبده عشان عايزه في الاخر في موضوع مهم. تقليبه كده محترمه. ده موضوع مهم، ده سر. وندي كده تقليبه، وهم على النار كده ياخدوا رشه الملح، رشه الفلفل الاسود، ونرجع تاني نقلب عاليين درجه الحراره. تشويح جميل من غير تلوين، مش عايز الون المكونات دي، عايزها زي ما هي كده. طيب وبعدين ناخد البسله ننزل بيها هنا. نزلنا بالبسله على التشويحه، ندي تقليبه، حلو كده عملت تشويحه، نزلت عليها بسله مسلوقه. هاخد المرقه وانزل هنا بالمرقه لغايه كده. بالنسبه لي حلو جدا كميه المرقه دي، بالنسبه لي كافيه جدا. خلي المرقه دي مع الطماطم هنا هنستخدمها في الشوربه التاليه. بنعمل ايه دلوقتي؟ بنسيب الخليط ده يغلي عشان البسله تتهري شويه، فهنغطي عليها كده ونسيبها على درجه حراره عاليه علشان هنرجع لها تاني نشوف ايه اللي حصل فيها. ناخد بس ده كده هنا، وممكن نجهز على جنب الرو. الرو ده احنا قلناه كذا مره قبل كده، انه الرو ده طريقه بتستخدم لربط قوام السوائل. يعني ايه ربط قوام السوائل؟ يعني يخلي الثخانه بتاعت السائل اتقل. يعني السائل بدل ما هو خفيف يخليه اتقل. بنعمل ده ازاي؟ كالتالي: انا جيت هنا حطيت طاسه صغيره على النار. الطاسه الصغيره على النار دي بحطها قبل ما افتح النار عشان الزبده ما تتحرقش. وقطعه الزبده اللي انا كنت بقول لحضراتكم عليها دلوقتي هحطها هنا في الطاسه، وتكون الطاسه ساقعه ساعتها. حلو؟ زي ما احنا عملنا كده وولعنا النار. طيب هنعمل ايه بقى تاني دلوقتي؟ نشوف حالا سوا هنعمل ايه. هسيب الزبده دي تسيح كده على مهلها، وفي ايدي معلقه من الدقيق. طلع كده السمك ونسيبه يتصفى عشان هنرجع له. ورينا كده يا ابو حميد، السمك كده خلاص جاهز، هنسيبه يتصفى وهنرجع له تاني. يلا بينا. هنا انا هعمل الرو دلوقتي. الرو ده اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو عباره عن زبده ودقيق. زبده ودقيق، ده اسمه رو، ده اللي بيربط، ده اللي بيتقل قوام الشوربه. يجي هنا كده، ندي تقليبه للزبده تساعدها في ان هي تسيح اسرع. طب ليه ما حطيناش الزبده في الطاسه وهي سخنه؟ علشان انا عايز الزبده يفضل لونها كده، هو نفس اللون الطبيعي ده، مش عايزها تلون، مش عايز لونها يبقى غامق، فبسيحها على مهلها خالص. انا ما عنديش اي مشاكل.
مع معلقه الزبده اللي قدام حضراتكم دي هيتضاف مقدار مماثل من الدقيق، فانا حطيت معلقه زبده فهحط معلقه دقيق. ادي كده تقليبه. اول ما تسيح الزبده خالص هحط الدقيق على طول. ساحت الزبده خالص هروح جايب معلقه الدقيق اللي احنا اتفقنا عليها واروح ايه حاططها كده، وبعدين اروح جاي مدي تقليبه الدقيق مع الزبده. شايفين العجينه الخفيفه دي؟ هو ده اسمه رو. ده بيظبط وبيتقل قوام الشرب المختلفه، وبما انه عباره عن زبده ودقيق فما بيغيرش طعم الشرب، ده بالعكس بيديها طعم اغنى واحلى بكتير. ناخد بقى كده ايه مقدار كوبايه من المرقه بنحطها كده ايه على مرتين مثلا. ادي كده تقليبه هنا. بصوا القوام عامل ازاي. بس اقلب كده سريعا 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 سريعا. ده بالنسبه لي كده. تعالى كده يا ابو حميد والنبي ورينا. ده بالنسبه لي كده جاهز لان هو يتحط على الشوربه عشان يتقل القوام بتاعها. بروح فاتح بقى، يلا معانا، افتح هنا كده المرقه واروح جاي وهي كده بتاخد غلو على النار، اروح جاي منزل عليها الرو. وبعد ما بنزل الرو بروح مديله تقليبه. يلا بعد ما بنزل الرو بروح مديله تقليبه كده بالمضرب سريعه سريعه تتقل القوام، قصدي تدوب الرو اللي هيتقل القوام بدوره بعد تمام تسويه المرقه. ممكن بس نعمل خطوه اخيره قبل، انت عايز فاصل يا احمد صح؟ قبل الفاصل هندوق بس طعم الشوربه. مظبوطه، كنت بشوف محتاجه ملح او حاجه لكن هي مظبوطه وزي الفل. لما لما البسله تتهري شويه كمان هنديها ضربه بالهاند ميكسر وبعد كده نفنش الشوربه دي بالكريم. احنا طلعناهم من على النار. قبل بس ما اضرب الشوربتين دول هعمل ايه؟ عايز اخد معلقه من البسله كده قبل ما تتضرب عشان احطهم على سطح البسله بعد ما تتضرب. يعني ايه؟ هتشوف ده حالا. هاخد كده البسله دي واديها كده ايه تقليبه عشان لو في وش او حاجه، واخد كده ايه معلقه من البسله مشوها معلقتين، يلا معلقتين من البسله اهو احطهم هنا على جنب، واجيب هنا كده ايه المضرب الجميل ده واروح جاي شوربة البسلة جاهزة للتقديم. هاخد بس كده ايه راس الهاند ميكسر اغسلها بسرعة قبل ما تنشف عليها البسلة عشان انا بياض طماطم غسلتها. يلا بينا نيجي هنا عشان نعمل الطماطم. قبل ما نعمل الطماطم تعالوا نغرف شوربة البسلة. يلا بينا. تعالوا نجيب طبق تاني. يلا الطبق اهو بالنسبة لي جيد جدا. هروح جايب الشوربة هروح نازل بيها هنا. حطينا كده الشوربة هنا. هنعمل ايه؟ هناخد معلقة البسلة اللي احنا كنا حاطينها نحطها على السطح كده بالراحة عشان تفضل باينة سنة، وحوالين البسلة دي نروح واخدين معلقة من الكريمة
شوربه البسله بشكل سهل جدا وسلس للغايه. ناخد بقى الشوربه دي كده نروح نحطها على السفره كده.